السلام عليكم، اهلا بكم في رابع حلقه من بي تريبل ام بي. النهارده هنتكلم على اول ام ماتيريال، وهنستعرض فيها على اشهر 5 انواع من الخامات على 5 حلقات منفصله. وهنبتدي النهارده بالبولي بروبلين. البولي بروبلين واختصارها بي بي ومركبها سي اتش 2، وهي من اوائل الخامات المخترعه في مجال البلاستيك. قدمها لينا البروفيسور الايطالي جوليو ناتا سنه 54، وبتاخد رقم 5 في مثلث الريسايكل، وهي من الخامات الامنه للاستخدام الغذائي. البولي بروبلين من فصيلة الثيرموبلاستكس، شعبة سيمي كريستالين شبه متبلور، وهي من الخامات الغير شرحة للرطوبة، واتكلمنا فيها في حلقات قبل كده. وهي من الخامات السيمي ريجيد شبه صلبة، لا هي بمرونة السيليكون ولا بصلابة البي في سي. لونها الأساسي شفاف مائل إلى الأبيض، وكثافتها 9/10، فهي من الخامات التي تطفو على الماء العذب. وناخد بالنا من حكاية الماء العذب دي، لأن في خامات بتطفو على الماء المالح ولا تطفو على الماء العذب، وده اللي هنوضحه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. من مميزات البولي بروبيلين سعرها الرخيص، ولأنها من الخامات الآمنة فتلاقيها في منتجات الطبية والأدوات المنزلية ومنتجات الأطفال. وكمان هي من الخامات اللي عندها مقاومة عالية ضد التفاعلات الكيميائية، فتلاقيها في صناعة العبوات، البويات والتنر ومية النار. البولي بروبيلين عنده مقاومة عالية ضد الإجهادات والطرق، لذلك تلاقيها في صناعة الكراسي والترابيزات وإكسدامات العربيات. من عيوب البولي بروبيلين انها من الخامات اللي بتتمدد بالحرارة بنسبة كبيرة، لذلك ما تقدرش تستخدمها في منتج دقيق يكون بيتعرض لحرارة، وهي غير مقاومة لأشعة الشمس، فكل منتجاتها منتجات ظل، لأن بتعرضها لأشعة الشمس بتفقد لونها وتفقد المرونة بتاعتها، فتبقى هشة زي البسكوت. وهي غير مقاومة للحريق، لذلك ما تقدرش تستخدمها في قطاع الأدوات الكهربائية بالكامل. سهل التأكسد في وجود بعض المعادن، وده معناه ان بيحصله تغيير في خواصه، زي تغيير اللون او قدرته على المقاومه ضد الصدمات او تغيير الشكل، سهل التشكل تحت ضغط، وده معناها ان هو لو تعرض لضغط لمده طويله وشلت من عليه الضغط ده مش هيرجع لشكله الاساسي. ازاي اقدر اميز البولي بروبلين باختبار اللهب؟ البولي بروبلين لما بيتعرض للهب مباشر بيبقى قاعده اللهب لونها ازرق وقمته لونها اصفر، بيشتعل ببطء، ولما بيشتعل بيتساقط زي تساقط الشمع، رائحته عند الاحتراق مقبوله. ظروف تشغيل البولي بروبلين: درجة انصهاره من 210 ل 290، وأعلى درجة للتجفيف 120 درجة، وبياخد حوالي 3 ساعات للتجفيف. ضغط الحقن من 800 ل 1400 بار، والهولدنج بريشر أو ضغط الكبس من 500 ل 1000 بار، ودرجة حرارة القالب بتبقى من 20 ل 60 درجة مئوية. البولي بروبلين من الخامات اللي فيها ليتنت هيت عالية جدا، حرارة كامنة، وده معناها إنها بتحتاج كفاءة تبريد عالية جدا في الإسطمبة ودرجة حرارة قليلة. وبكده نكون خدنا جولة سريعة عن البولي بروبيلين، وإلى اللقاء في الحلقة الجاية وخامة تانية، والسلام عليكم.